اذا السلام عليكم مرحبا بجميع التلاميذ اللي تابعيني بطبيعه الحال في الانستغرام دونك كما كتلاحظوا غادي نحاول نصح... نشرح تقريبا اهم درس في النيكليير اللي هو لا ديكرويسونس راديوكتيف اللي كيجيكم صعيب فعلا هو صعيب مقارنه مع لي زوند الا قارنا مع لي زوند مستوى الصعوبه راه كيكون طالع شويه علاش لان دخل فيه شويه ديال الماط متفقين دونك هادشي اللي غادي نديرو ان شاء الله في هاد لايف هذا غادي نحاول نبسط لكم هاد الدرس هذا غير تساليو معايا لايف بيان سيغ نص ديال الدرس تقريبا ما تلقاو فيه حتى شي مشكل لانه غادي نبسطو لاقصى درجه ممكنه دونك اللي تبع معايا من دابا ما هيتهنى من هذا المشكل هذا أه بارطاجيو لو لايف مع صحابكم طبيعه الحال حاولوا تبارطاجيو لو لايف لو ماكسيموم الصوت واضح كتسمعوني مزيان الا كتسمعوني قولوا لي باش نبداو الصوت والصوره واضحين لا تانية باك تانية باك تاني باك تاني باك تلامد كي يسولو دوزيام باك والله انا كنخليه يتسجل ولكن ما نضمن ليكم علاش لان المشكل كيطرح في الكونيكسيون تقطع الكونيكسيون تقطع الدور صافي يمشي اللايف دونك تبعو معايا وخذوا المعلومات الاساسية من الافضل لان الخدمة تكون نقية تعجبكم شرح طريقة الشرح ديال هاد الدرس وهذا الدرس اصلا هو عزيز عليا وغادي يعجبكم ان الله يلا عاونوا بالبارطاج واحد شويه وتبع معايا دابا نبداو بدون تضييع الوقت بسم الله على بركه الله دونك <applause> بالنسبه لهذا الدرس هذا بطبيعه الحال غادي ندخلوا من جزء جديده اللي سميتها لي ترانسفورماسيون نيكليير اول حاجه ندير واحد لو غابيل الحوايج اللي قريتو قبل ما تدخلوا لهذا الدرس هذا شنو هما الحوايج اللي ديجا خصكم تكونوا عارفين يعني نبدا معكم تحت الصفر قريتو في 3 زيماني 3 اسي في 9 لي كان معايا انا في التاسعه كنت معايا في اليوتيوب راه هادي هذه يكون عاقل على هادشي ربما يعني بعض الكلام اللي كيعقلوا على شي قريتو بالنسبه للتاسعه راه راه قريتو لا طوم قريتو واحد الحاجه سميتها لا طوم اللي هي الذره هاد لا طوم كنتو شفتو انها كتكون من جوج ديال الحوايج تقول لي استاذ علاقة هذا هادشي بهاد الدرس انا جايكم شويه بشويه لا طوم ديجا شفتو فيها انه كتكون مناش من هش. كتكون من واحد لو نوايو واحد النواة نوايو وكيكون عندها دي زيليكترون دي زيليكترون متفقين دي زيليكترون مزيان يعني كتكون باغ اكزومبل لو نوايو في لو سونتر هو هذا هذا هو لو نوايو و لي زيليكترون كيدورو كي هنايا باغ اكزومبل واحد الالكترون كيدور كي في هذا المدار واحد الالكترون كيدور كي في هذا المدار اكسيتيرا دونك كيكون عندنا مثلا واحد الالكترون هنا واحد الالكترون هنا واحد الالكترون كيبقاو يدورو مزيان هذا بالنسبه للتتايدات النوايو قلتو بانه لا شارج ديالو بوزيتيف و لي لا شارج ديالهم نيجاتيف ارا نتعمقوا شويه بمعنى خصنا نطلعوا للترونكوما بالنسبه للترونكوما في تي سي اس ترونكوما شنو قريتو قريتو بطبيعه الحال لاطوم شفتو بان هاد لاطوم هادي قريتو بان لاطوم راه كتكون جوج حوايج كتكون لو نوايو وكاين فيها دي زيكترون ولكن شنو اللي زايد هادشي راكم عرفتوه ديزيكترون ان هاد لو نوايو فيه جوج حوايج مهمين هما اللي نحتاجو فهاد السنة فيه لي بخوطون و فيه لي نوترون بروتون و نوترون لي بروتون عندهم شارج نيجا بوزيتيف لي نوترون ما عندهمش لا شارج كنقولو نوتر داكشي اش كنقولو نوترون محايده و لي الكترون طبيعي الحال عندهم واحد لا شارج لي هي نيجاتيف متفقين دونك فحد الان مازال ما بديناش الدرس غير نوضح لكم الهدف ديال هاد المجزوعة شنو شنو غتستافدوا منها دونك قلنا في قريتو لا طوم كتكون واحد لو نوايو من لي زيليكترون هاد لو نوايو فيه دي بروتون وفيه دي نوترون هو هذا هذا هو لو نوايو هاد لو نوايو هادو اللي بالاحمر مثلا هما دي بروتون وهادو اللي بالاحمر مثلا لي نوترون هذا بالنسبه لو نوايو مزيان تخي بيان فحد الان ما عندناش مشكل ارنا دابا شنو كنقراو كنقراو واحد لابا واحد المجزوعه في الدور في المجزوعه الاولى اللي قريتها هي لي زوند هاد المجزوعه سميتها لي ترانسفورماسيون لي ترانسفورماسيون نيكليير تحولات النوويه دونك هنا هاد الكلمة اللي جديدة هنايا شنا هي التحولات النووية النووية لي نيكليوغ منين جات هاد نيكليوغ جات من نوايو جات من لو نوايو اذا في هاد في هاد المجزوعة شنو غادي ندرسو غندرسو التحولات اللي كيوقعو في لو نوايو يعني لي زيليكترون نساوهم معادش نهضرو عليهم نهائيا في هاد في هاد الدرس هذا غادي ندرسو النواة لو نوايو دونك هداكشي علاش درنا دابا هاد لاباغتي يعني دابا هادشي كامل كيهمنا هو لو نوايو متفقين مزيان اذا دابا نبداو على بركه الله الدرس انا دابا شرحت لكم شنو غادي نديرو غنمشيو شويه بشويه باش نصيفطكم فرحانين الامتحان ما تلقاو حتى مشكل ماشي امتحان الفرض راه دوزو الفرض الاول ولكن الا وديت الامتحان الثاني والمراجعه الوطني دونك نبداو على بركه الله غادي نبداو مثلا انا نرتب لكم الامور الفقره الاولى نهضروا على لو نوايو اتوميك لو نوايو اتوميك هادشي اللي غيخدم معاكم الاستاذ هو أو اللي غنعطيكم دابا لو نوايو اتوميك هاد لابارتي غنقسموها تقريبا شي ربع شي دو بارتي غادي نديرو اولا صغيره غادي نشوفو لا كومبوزيسيون ديال لو نوايو مناش كيتكون هاد لو نوايو كومبوزيسيون دو نوايو مكونات النواة مناش كتكون هاد النواة مزيان يلا نبداو على بركة الله قلنا بأن لو نوايو راه يلاه شفناها لو نوايو اشنو كاين فيه

عندها واحد لا فالور مي ماش نحتاجوها حاليا انا نعطيها لكم هي بلس او هو داك لا شارج اليمونطير اللي كتساوي تقريبا 1.6 عشرة أس ناقص تسعتاش كولون منين نوصلوها في التمارين غنشرحها لكم نأخذ معكم معاكم شي تمرين لي نوتخ راه كنقولو نوتخ نوتخ إليكتخيك مهم يعني محايدة مو معندهاش كهرباء هادي عندها كهرباء موجبة هنا كتعرفو الكهرباء فيها موجبة وسالبة هادي عندها كهرباء موجبة ولي زيليكتخيك عندهم كهرباء سالبة مزيان ارى اسيدي سيدي نشوفو احنا اللي كيهمنا لو نوايو هاد لو نوايو غادي نعطيه واحد لو سامبول هاد لو نوايو هذا يكون عنده واحد لو سامبول سامبول رمزه باش كنرمزو ليه كاين عنده واحد الرمز غادي نرمزو ليه بهذا الرمز هذا غادي نديرو ليه اكس ا زد كاين كيف ما كيفهمش هذا الرمز هذا غنمشي معكم شويه بشويه اكس ا X اكس هو <applause> هذيك هذاك لو نوايو اللي كندرسو مثلا لو نوايو ديال الكلور ولا ديال الازوت ولا ديال الاكسجين ولا الهيدروجين ولا الهيليوم فوالا هذا هو اكس بالنسبه ل ا عنده سميه غادي نكتبوها لكم نكتبها لكم هنا كيتسمى لو نومبر دو ماس نومبر دو ماس العربيه عدد الكتله عندو سمية أخرى نقدرو تلقاو بعض الأحيان كنسميو نومبغ دو نيكليون هادو تسميات خصكم تحفظوهم مكيلاش هنا مكاين متفهمو نومبغ دو نيكليون عدد النويدات بالنسبة لزيد تا هو عندو سمية غادي نكتبها ليكم هنايا دونك زيد عندو كنقولو نومبغ دو بروتون نومبغ دو بروتون عدد البروتونات ولا كنقولو نومبغ دو شارج نومبغ دو شارج فوالا voilà. اذا هادو التسميات عقلوا عليهم راهم ساهلين ما اذا هذا هذا هو لو نويو ديالنا اللي غنبقاو ندرسو ويعقلوا على التسميات ديال ا وديال زد غادي نحتاجهم بزاف في لي زيكزارسيس متفقين دابا غادي نجي نشوفو واحد العدد اخر غير ما كاينش هنا هو ان كاين عندنا ا وكاين عندنا زد هو هذا لي نوترون كاين عندنا ان اشنو هو هذا ان هذا ان هو لو نومبر دو نوترون دو نوترون عدد النوترونات اذا باش نلخص لكم هذه الفقره هذه ان لو نويو كيكون عنده ثلاثه ديال الحوايج خصكم تكونوا عارفين ا و زد و ان استاذ شنو هي العلاقه اللي بيناتهم كاين واحد العلاقه بيناتهم غادي نكتبوها هنايا العلاقه بين هاد الربعه هادو بين هاد الثلاثه هادو باردون هي غنكتبها لكم هنايا مهمه بزاف وغنحتاجوها حتى هي دونك غادي نديرو هنايا ا آه. شنو غادي يساوي ا آه؟ زد بلس ان بمعنى الا بغيت نحسب ا آه غادي نشد زد ونزيد ليه ان كاين بعض لما فاهمينش كنهضر ا زد ان استاذ عطينا مثال انا نعطيكم مثال باش تفهمو مزيان مثال بسيط وغادي تفهمو به مزيان هادشي كامل كيطرح في واحد سؤال. السؤال السؤال كيطرح بزاف في الامتحانات الوطنيه وحتى في الفروض هاد السؤال هاد في الفرد هاد لا كيستيون هاد كيقول لكم دوني لا كومبوزيسيون غنشرحو لكم غنطبقو في هادشي دوني لا كومبوزيسيون د نوايو كيقول عطيني المكونات ولا التركيبه ديال واحد لو نوايو ملي نسمعوا هاد لا راه ضروري كتحددوا لي شنو كتحددوا زد و ان عقلوا عليها كتحددوا ليهم زد و ان نعطيو مثال نعطيو مثال باش تفهموا مثلا نعطيكم هنا لا كومبوزيسيون ديال لو نوايو ديال الكلور سي ال يعطيكم طبيعة الحال نمبر أ و زيد ديالو دونك هنا إلا قالكم في الإمتحان الوطني ولا في الفروض دوني لا كومبوزيسيون ديال لو نوايو ديال لو كلوغ شنو غادي ديرو ليهم خاصكم تمشيو تحسبو ليهم زيد و إن دونك أنا بالنسبة ليا إلا بغيت نجاوب على هاد لاكيستيون راه ساهل عندنا زيد شحال كيساوي كيساوي تخيز بالنسبة ل إن شنو غادي نديرو باش نحسبو إن إلا بغيت أنا إن من هنا شنو غادي ندير غندير أ ناقص زيد دونك أ ناقص زيد أ هو 35 موان 17 سوف غادي نلقاو 18 هذا المثال الاول نزيدكم <applause> المثال الثاني المثال الثاني ناخذوا باغ اكزومبل اليورانيوم لو نوايو ديال اليورانيوم 238 هنايا تكون عندو 92 دونك الا بغيت نحسب لا كومبوزيسيون ديال لو نوايو شنو غادي ندير ساهله دونك هذا جاوبنا عليه نجيو نشوفوا هذا هادي نديرو زد كنحددو قلنا زد هو الاول زد كيساوي 92 و ان هو لو نمبر دو نوايو كنديرو ا موان زد ا موان زد يعني غادي نديرو ا موان زد اللي ميتين و تمنيه هادي راه هي ا و زد هو هدا ناقص تنين وتسعين. تسعين دونك غادي نحسبو دونك عندنا ميتين و تمنيه ناقص تنين وتسعين. تسعين كتساوي ميه و ستة و ربعين اذا هنا غادي نديرو ميه كتساوي لنا ميه أو ستة وربعين ديال لي نوتخون دونك هاد نوايو ديال اليورانيوم عندو ميه أو ستة وربعين نوتخون فوالا هادشي لي كاين بالنسبة لباغتي الفقر اللول <applause> الفقرة اللولة نتمنى تكونو فاهمينها مزيان دابا شنو غادي نديرو غادي نمشيو لتانية صغيرة نشرحو لي زيزوطوب أو نعطيكم لا ديفينيسيون ديال لي زيزوطوب متافقين يلا تبعو معايا دونك غادي نمشيو دابا لي زيزوطوب دو دو لي زيزوطوب العربية هما النظائر لي زيزوطوب راه ديجا قريتهم في السانكيام ولكن انا كالعاده راه كنعتبركم بحال ما عارفين والو ولا اول مره تقراو هادشي دونك بالنسبه لي زيزوطوب انا نعطيكم لا ديفينيسيون هما هي الاولى دونك لي نوايو من بعد غنشرح لكم هاد لا ديفينيسيون لي بغا يكتبها يكتبها كي بوسيد لي نوايو كي بوسيد ميم نومبر ميم نومبر اش نومبر De protons, deux protons. Dans le noyau, l'élément donne le nombre de protons. De protons. Les noyaux Z, mais je nous a dit qu'on a un numéro, mais de nombres, de nombres, de neutrons, de neutrons, qui fait le nombre de neutrons différent. Vous savez, mais mfm, faisons la définition. Mais très foualo, à des le comme d'avant. لي اشنو قال لكم هنا في هاد لي زيزوطوب لي هما بالعربية النظائر كي كيتسماو النظائر هاد النظائر ولا لي زيزوطوب كيقول لكم هنا لي نوايو كي بوسيد ميم نومبغ دو 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 بروتون كاع لي نوايو لي عندهم نفس زيد وكيختلفو فاش في لي نومبغ دو نوترون أه كيختلفو سولمون في لي نومبغ دو نوترون نعطيكم امثلة باش تفهمو ناخدو باغ اكزومبل الهيدروجين عندنا الهيدروجين كاين هنا ثلاثة ديال النظائر ثلاثة ديال لي زيزوتوب ديال الهيدروجين عندنا الهيدروجين واحد واحد كاين عندنا دو ان وعندنا تخوا ان دونك هاد لي نوايو ديال الهيدروجين الى لاحظتو كلهم عندهم نفس زيد ها هو راه ملي كنقولو زيد هو هدا لي كيكون في التحت عندهم نفس زيد واحد 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 ولكن فين كاين اختلاف كاين اختلاف في ان بالنسبة لهاد له لو نوايو هدا ان ديالو شحال كتساوي لو نوغ دو نوتخون كنديرو هادي ناقص هادي راه ديجا شفناها كاين بغينا نحسبو ان كنديرو ا موان زد ها هي شفنا آه هنايا هي هادي أ موان زد دونك هنا واحد ناقص واحد هو صفر في الحالة الثانية شنو كنديرو جوج ناقص واحد أن يساوي واحد و هنا تلاتة ناقص واحد يساوي Donc, في أن يساوي يعني لنا جوج دونك هادو كلهم مختلفين في لو نومبغ أن يعني هنا مختلفين في لو مي دو نور دو نوتخون ديفيرون ردو البال هادي دو ديفيرون يعني مختلفين فاش في لي نومبغ دو نوتخون فوالا حنا وضحنا دابا هادي نعطيو مثال خر مثلا لو كاربون غنخدمو به بزاف هاد السنه 6 12 عندنا لو كاربون 6 13 وعندنا لو كاربون 14 اللي كنديرو به لا غادي من بعد في الدرس هذا دونك هادو كاملين دي نوايو دو هما لي نوايو ديال لو كاربون ولكن فين كاين اختلاف عندهم ميم زد الاختلاف كاين في لو دي هذا عندو شحال ستة، 12 ناقص ستة، هي 6 13 ناقص ستة، هي 14 ناقص 6 هي فوالا هادشي اللي كاين بالنسبة لي زيزوتوب هادشي خصكم تكونو عارفين هادا سؤال كيطرح في غيفو ولا في بعض الأحيان كيكون دي كيستيون دكور كتردو منهم البال ولا كيقولك دوني لي زوتوب دو غنشوفهم في التمارين فوالا دونك هادشي اللي كاين في الفقرة الأولى دابا غادي نمشيو نهدرو على واحد الفقرة اللي مهمة جدا دابا غندخلو الدروس ندخلو باغدون الدرس غنشوفو شي حوايج مهمين بزاف بزاف لا راديو اكتيفيتي اللي ما فاهمش هذه الكلمه غنشرحها لكم اللي هي النشاط الاشعاعي فوالا راه نشرحو دابا هاد لا غاديو اكتيفيتي وغنهضرو قبل ما ندخلو لا ديفينيسيون ديالها نهضرو على ستابيليتي ستابيليتي اي ان ستابيليتي دي نوايو استقرار وعدم استقرار ديال لي نوايو فوالا دونك بالنسبه لهاد لابارتي نعطيكم واحد المثال كما درت مع التلاميذ اللي ديجا دوز معهم الدرس في العرض كنت عطيتهم واحد المثال مثلا نتوما كتقراو علاش كتقراو كتقراو باش تدخلوا لواحد ليكول اللي لي بغيتو طبيعه طبيعه الحال تقراو فيها مثلا ديرو الطب ولا الانجينيوري الهندسه علاش كديروها باش تخدموا باش تاخذوا واحد الصالير مزيان من بعد شنو غادي يديروا داك الصالي مزيان باش يستقروا كنقولوا الاستقرار في الحياه يعني الانسان كيتزوج كيدير وليدات كيستقر ما كيبقىش مشكل من ناحيه الماديه يعني الانسان بصفه عامه في هاد الحياه كيبحث كي على لا ستابيليتي على الاستقرار وبصفه عامه حتى الكائنات الحيه كلهم كيبحثوا كي على لا ستابيليتي دونك هنا بالنسبه للنوايو شنو كيدير حتى هو هاد النويو هذا حتى طيب هو مسكين كيبحث كي على الاستقرار غير هو ما كيقراش كي فهمتوني دونك هنا كيبحث على الاستقرار على ستابيليتي ديالو أه دونك هنا غادي نحاولوا نصنفوا هاد لو غادي يكون عندنا جوج ديال لي نويو غادي يكون عندنا واحد لو نويو اللي هو ستابل هذا مستقر ما عنده حتى شي مشكل ما شي يقدر انه يدير حتى شي حاجه وهادي يكون عندنا واحد لو نويو انستابل دونك هنا غادي نديروا نويو ستابل اللي هو مستقر وهنا نويو انستابل غير مستقر انستابل <applause> هذا نواة مستقر مستقرة ويصطاد مستقر هنا غير مستقر تري بيان دابا شنو الفرق بيناتهم لو نوا يو ستابل شنو شنو غادي نقولوا عليه كونسيرف ميم كومبوزيسيون ميم ستغكتور ما كيتغير فيه حتى حتى شي حاجه يعني لا كومبوزيسيون ديالو كيحافظ عليها ما كيتغيرش كيبقى هو هو الا قلنا مثلا هاد هاد لو نوايو راه ستابل ما كيتغيرش مع مرور الزمن ما كيوقع ليه حتى شي حاجه يعني هنا غادي نقولوا كونسيرف يعني كيحافظ ميم كيحافظ على نفس لا كومبوزيسيون ميم كومبوزيسيون سي تادير ميم ستيكتور نفس البنيه ما كيتغير في لا فورم ديالو حتى شي حاجه ميم ستيكتور هذا ما عندنا ما نديرو به ما عندناش فيه مشكل حنا اللي كيهمنا هو هذا دونك هاد لو نوايو انستابل سو ترانسفورم هذا ردوا معايا البال هذا ما غير مستقر يعني كيتحول يعني هنا سو ترانسفورم سبونتانيمون هادي هي الكلمه اللي مهمه تلقائيا ما كنتحكموش فيه حنا سبونتانيمون سبونتانيمون ا دوط نوايو ا نوايو كيفاش هادي يكون هادوك لي نوايو ا دوتغ نوايو باغ اكزومبل ستابل ولا بلو ستابل نقدروا نقولوا بلو ستابل يعني هنا هاد لو نوايو ان ستابل كيبحث على لا ستابيليتي كيبحث على الاستقرار شنو كيدير كيبقى يغير فراسو شي حاجه مثلا عندنا اليورانيوم 238 مثلا هذا الى اعتبرنا مثلا انستاب شنو غادي يدير غادي يوقع ليه بعض التغيرات هاد التغيرات هما اللي كنسميوهم تحولات نوويه هتوقع دي ترانسفورماسيون نيكليير تحولات نوويه هذه هي اللي كنسميوها لا راديو اكتيفيتي ولا كتوقع ليه لا ديزانتيغراسيون غادي نهضروا عليها دونك هذا شنو كتوقع ليه كتوقع ليه لا راديو اكتيفيتي هادشي اللي كتبت هنايا كيوقع عليه نشاط اشعاعي راديو اكتيفيتي استاذ شنو هي راديو اكتيفيتي احنا جايين ليها آه شويه بشويه دونك نعاود لكم هذه الفقره بالزربه <applause> باش نمشي نشرح لكم الراديو اكتيفيتي قلنا بان لي نوايو فيهم جوج انواع نوايو ستابل هذا ما عنده حتى شي مشكل مستقر مريجل ما عنده غرام ديال المشكل نوايو انستابل غير مستقر مديرونجي مبرزه خاصو يتستقر يتستابليزا متفقين هاد لو نوايو انستابل اشنو كيدير سو ترانسفورم سبونطانيمون كيتحول تلقائيا ماشي حنا اللي كنتحكموا فيه سبونطانيمون علاش كيتحول باش يبحث على الاستقرار ولا ستابيليتي ديالو دونك الا بغى يقوم بهاد العمليه دي اللي كتسمى لا راديو اكتيفيتي وهي العنوان ديال الفقره الثانيه وهي اللي غنشرحو دابا يعني كيوقع ليه دي ترانسفورماسيون نيكليير ارا نشوفو شنو هي هاد لا راديو لا راديو اكتيفيتي يلا تبعو معايا ما تزقلو حتى شي فقره لان هادشي اللي جاي اهم من داكشي اللي داز دونك هنا غادي نشوفو لا ديفينيسيون ديال اش غادي معكم بالتنظيم ديفينيسيون ديال ديال لا راديو اكتيفيتي غادي نشرحها ليكم ولا عندكم فيها شي سؤال نحل لي كومونتير باش نجاوب اول حاجه نكتب لا ديفينيسيون ضروري تفهموا هاد لا ديفينيسيون Donc, je sais qu'il de la radioactivité. c'est une transformation, c'est une transformation nucléaire. Transformation nucléaire. Quel est le lien? Est-ce qu'il y a une transformation nucléaire ou transformation chimique? je ne sais pas. y a de la transformation nucléaire? Tu la désintégration. Désintégration. ديزانتيغراسيون <applause> شنو هي ديزانتيغراسيون اول حاجه نكمل لكم عليها اول نكتبها باش تبعوا معايا دونك هنا ديزانتيغراسيون ناتوريل ناتوريل باش ما نديروش في الكتابه دان وايو ستابل دان وايو ستابل يعني كتوقع لواحد واحد باردون ماشي ستابل ان إنستابل ان هاد لو نوايو انستابل عندو سمية غاديو اكتيف غاديو اكتيف ا نوايو ا نوايو هاد لو نوايو هدا نسميوه لو فيس بلو طابل كاين لي مافهم والو في لا ولكن دابا نشرحلكم لان فيها كلمات تقال مهمين بزاف مهمين بزاف هما لا باز ديال داكشي لي جاي لقدام دونك ا نوايو فيس بلو طابل

اول حاجه هاد لي ترانسفورماسيون نيوكليير كيوقعو لي نوايو لي نوايو راديو اكتيف سيتي ديزانتيغاسيون ديزانتيغاسيون كيعنيو بها التفتتات يعني هاد نوايو مثلا اللي قلت ليكم راه انستابل شنو كيوقع ليه كيتفتت ما كيبقاش هو اليورانيوم كيتفتت كيتحول لشي نواه اخرى مثلا لو بلومب مثلا الرصاص وغادي نشوفو شنو كيوقع دونك هادي كتسمى تفتت بالعربي بالعربي وبالفرنسي كتسمى ديزانتيغاسيون ناتوريل ماشي حنا اللي كنتحكمو فيه ناتشورال طبيعي ذا نوايو انستابل يعني هاد هاد الراديو اكتيفيتي كتوقع لواحد لو نوايو انستابل اللي سميتو راديو اكتيف كيتحول واحد لو فيس نعطيكم مثلا نعطيكم مثال مثلا عندي واحد لو نوايو عندو ا ديالو وعندو زد هذا نوايو انستابل نوايو انستابل هاي نكتبها لكم هنايا نوايو انستابل غير مستقر شنو غادي يوقع ليه هتوقع ليه لا ديزانتيغراسيون عقلوا على هاد لي مو تكنيك هتوقع ليه لا ديزانتيغراسيون فوالا ها هي علاش غيتحول غيتحول لواحد لو نوايو بلو ستابل واحد لو نوايو بلو ستابل نسميو مثلا اي غيتحول لواحد لو نوايو هادي نسميو ا1 آه وهادي زد 1 وهادي ا2 آه وهذا آه عنده زد آه دو غيتحول آه آه لواحد لو نوايو كيفاش داير هذا هذا نسميوه نوايو بلو سطام أكثر استقراراً اشنو قال لكم هنا آه نوايو فيس هذا كنسميوه نوايو فيس عقلو عليه نوايو فيس وهذا كيتسمى نوايو باغ نوايو باغ يعني هذا هو الاب هو الاصل وهذا هو نوايو فيس يعني الولد شي حاجه بحال هكا اشنو مازال باقي لينا باقي لينا avec émission انبعاث شنو كاين بعث une particule واحد لا بارتيكول واحد دقيقه صغيره افيك ايميسيون ديال واحد لا بارتيكول هاد لا بارتيكول عندها مثلا ا 3 زد 3 هادي غادي نجيو ليها نرجعو ليها نشرحها لكم دونك هادي بارتيكول فوالا نعاود نوضح لكم هاد هاد لا ديفينيسيون قلنا لا غاديو اكتيفيتي شنو هي لمن كتوقع بعدا لمن جاوبو نتوما عفروسكم لمن كتوقع لواحد لو نوايو واش ستابل ولا ان انستابل لا استاذ نوايو انستابل مزيان شنو كيوقع هاد لو نوايو انستابل شنو كتوقع ليه كيتفتت كتوقع ليه لا ديزانتيغراسيون هاد لا ديزانتيغراسيون اللي كتوقع ليه اش علاش كيتحول كيتحول لواحد لو نوايو شنو سميناه نوايو فيس دونك عندنا نوايو بير كيتحول كيولي نوايو فيس واش كيبقى بوحدو لا ضروري كتكون عندنا واحد لي ميسيون ديالاش ديال واحد لا هاد لا كيفاش دايره وكيفاش نحددوها جاي ليها من بعد شويه بشويه مزيان فهمتوا دابا هاد لابارتي هادي ارا دابا نحاول نشوفو بعض لي بروبريتي ديال هاد لا راديو اكتيفيتي ومن بعد نفتح ليكم لي كومونتير هاد لا راديو اكتيفيتي راديو اكتيفيتي هادو حفظوهم كيتحطو في لي كونكور وفي الوطني هاد لا راديو اكتيفيتي باش كتميز اول حاجه سو كاركتيز بار لا سبونتانيتي ني سبونتاني ملي كنقول سبونتاني يعني تلقائيه ما كنتحكموش فيها حنايا سبونطاني الياتوار الياتوار يعني عشوائيه الياتوار وبطبيعه الحال هنا لي مهمه انديبوندون ما كتعلقش باش انديبوندون دي فاكتور اكستيريور العوامل الخارجيه استاذ اشنو هما العوامل الخارجيه العوامل الخارجيه هما بحال الضغط بحال لا بريسيون بحال لا تمبيراتور ارا نشرحو دابا هادشي قلنا هاد لا راديو اكتيفيتي لي هو نشاط تلقائي سبونطاني تلقائي ما كنتحكموش فيه حنا ماشي بحال لي ترانسفورماسيون كيميك الي يتوقع شوي ممكن يوقع في اي لحظه انديبوندون دي, دي فاكتور اكسترو ما كيتعلقش بالضغط ولا طومبيراتور الشيمي لا ملي كنهضروا على ملي كنهضروا على لي ترانسفورماسيون ترانسفورماسيون كيميك راه كيتعلقو باش كيتعلقو بلا بريسيون OK, elle coupe la température. Elle a quatre suivi temporels. Alors, quand je fais tous les facteurs cinétiques, je fais la concentration, c'est un facteur cinétique. Ou je fais toute la température, je un facteur cinétique. Et terminer la transformation chimique. متفقين دونك هادو هما لي ترانسفورماسيون كيميك لي ترانسفورماسيون نيكليير لا لي ترانسفورماسيون نيكليير انديبوند وما كيتعلقوش بلا بريسيون طومبيراتور دو البا مساله اخرى لي ترانسفورماسيون كيميك كينقعو بين لي زاتوم ولا لي موليكول بالنسبه لي ترانسفورماسيون نيكليير كيوقعو لي نوايو لي نوايو كنهضروا على لي نوايو هاد لي نوايو هذا كيتحول واحد نوايو كيعطينا دي بارتيكول دونك نتمنى نكون وفقت انني شرحت لكم هاد لابارتي هادي قولوا لي واش كاين شي سؤال ولا واش عجبتكم هاد طريقة الشرح نفتح دابا لي كومونتير يلا باش نمشيو نكملو مازال باقي باقي لنا حويجات اخرين زوينين وصلنا الصفحة رقم أربعة. باج كاطر واش الامور واضحة راكم غادي معايا مزيان داكشي ناضي هو وبرافو عليكم الى فهمتو عندي ما نسالكم <applause> شكرا بارك الله فيكم صافي مزيان دونك ملي فهمتو هاد لابارتي داكشي اللي جاري تفهمو كلشي مبني على هاد لا غولاسيون كلشي مبني على هادي هادي الا فهمتوها كلشي مبني عليها هادشي اللي جاي كلشي مبني على هادي لان انا نعطيكم امثله باش تفهموا هادي مهمه بزاف اي حاجه قلت لكم مهم مهمه راه ما راه مهمه راه ماشي نكتب عليكم لان لي يعني لايف اللي, اللي كندير معكم هنا راه كنحاول نعاونكم في سبيل الله اللي بغى يكتب لا غتبعوا معايا ونوطيو غير الحوايج المهمين اللي بغى يكتب هادين غادي نسكرين هادشي نحطو لكم في الجروب ديال الانستغرام الجروب واتساب مجاني راه كاين في في لي سيروا لي ستوري غتلقاو كلشي غادي نحطهم لكم ان شاء الله اه فوالا أه استاذ واش باقي التسجيل في العرض العرض راه كاين تخفيض تلامد لي اللي كي كيهضروا على العرض راه كاين فيه تخفيض دونك اللي بغى يتسجل راه كاين فيه تخفيض حاولوا ما يمكن تستغلوه ما بقاش 700 درهم راه ولا 300 درهم للسنه كامله صافي استغلوه غادي يكون واحد الكتاب مجانا خاص بالتلاميذ ديال العرض باش يستافدوا ها هو رقم الواتساب سكرينيو باش ندوزو دابا الحوايج د دونك تفيد راه في يومين حاولوا تستافدوا منه ارانا دابا نمشيو للواتسودي مزيان كاين شي تلام راهو مراجعوا الدرس يلا صافي لي كومونتير سديناهم نمشيو اساتيد للواتسودي من بعد نرجع لي كويستيون ديالكم عاونوا غاب البارطاج ملي كنت تعاونوا بالبارطاج راه التفاعل كيكون كي طالع راه كان ندير لي لايف ولكن التفاعل كيكون كي فيهم قليل الا عاونتو بالبارطاج راه لي لايف ديما غنبقى نديرو ان شاء الله اذا بالنسبه لشنو هما هاد لي الواتسودي كاين اللي كيسمعهم وكيتخلع تخلعوا ما والو اي حاجه صعيبه في اي ماده عقلو قاعده اي حاجه جاتكم صعيبه قسموها فرتكوها ديروا ليها لا ديزانتيغراسيون فرتكوها حاجه صعيبه بحال دابا الدرجه جاكم صعيب قسموا الفقرات ودوك الفقرات قسموا الفقرات الصغار وكل فقره صغيره خدموها بوحدها صافي غادي تهناو اذا غادي نمشيو دابا هنا عندنا دو انا غادي معكم هادشي منظم غادي نمشيو ل 3

و وهنا عندي وحده هنا عندي مثلا اربعه ديال الهيدروجين هنا عندي جوج هنا خصني نضرب في جوج دونك هادو كيتسموا هادو كيتسموا لي لوا دو كونسيرفاسيون دي زاتوم اون جونغ اون نو في لاشيمي في في لي ترانسفورماسيون نيكليير غادي يكونوا قوانين بيسكو الشيمي عندها قوانين ديالها راه في لي ترانسفورماسيون نيكليير غيكون عندهم دي لوا هاد لي لوا كنسميهم لي لوا دو سودي اشنو هما دي لوا دو سودي اول قانون كيتسمى لا كونسيرفاسيون كونسيرفاسيون conservation de nombre de nucléons de nombre de nucléons. غادي نحاول نتعطل شوية في الخط وهذا باش نقولو لي بغا يكتب conservation دو نو de nucléons. قانون حفاظ هاد لي نيكليون لي نيكليون نسيت ما ذكرتهاش ليكم هو, هاده هو هاده آه هاد هو آه هاد أ آه هاد آه أ كي هاد هاد أ هذا هو اللي كيتسمى لو دو نيكليون يعني هاد الـ هاد الـ القانون الاول شنو كيقول كيقول لك بان هاد ا ان يساوي ا سام يعني كيساوي مثلا A1 كيساوي ا 2 بلس ا 3 يعني هذه نديرو ا خاصو يساوي ليا ا 2 ا 3 هذا البرومي ا ان كتساوي ا 2 ا 3 مزيان هادي دوزناها نمشيو لهذا نمشيو قوانين C'est une conservation de nombre de charges. Conservation de nombre de charges. Je me mets nadialo. Je n'ai pas de nombre de charges au stade. Ah, il y a un nombre de charges. Ah non, gobelet. Nombre de charges. Nombre de charges ou z. Nombre, nombre de clients ou wow. a.

غادي نشوف واحد امتحان وطني واحد السؤال في امتحان وطني دونك بالنسبه لهاد ليكزومبل هذا اللي نعتمدوا عليه هو هذا غادي ناخذ بي او اللي هو لو بولونيوم 210 اه هنا 84 علاش غيتحول هنا غادي نراجعوا شويه ونبغيكم زيرو بحال هكا ندوز لكم الشفاوي جاوبوا غفروسكم وشوفوا الجواب عندي بلس اش او 42 دونك ما تخلعوا ما والو سمعوني مزيان سمع هادي راه بصفه عامه وهذا اكزومبل دونك هذا الاول شنو نسميوه شنو غنسميوه هذا نوايو انستابل بيان سيغ عنده سميه كيتسمى نوايو بير مزيان هذا اللي تكون عندنا يعني هذا ملي وقعت ليه لا ديزانتيغراسيون يعني تحول هذا سيتا نوايو غاديو اكتيف هذا نوايو غاديو اكتيف هذا نوايو ستابل اللي كنسميوه نوايو فيس دونك هذا سيتا نوايو فيس صافي بلس هاد لا بارتيكول هادي وهاد الدقيقه الصغيره بزاف هي الهيليوم. هي اليوم غادي نشرحوها من نوصلوها دونك هي اللي هي اليوم دابا شنو مطلوب منا في لا كيسيون هذا شنو نطلب منا خاصكم تحددوا لي ا وتحددوا زد ا و زد كي غادي نديرو نحددوهم هاد السؤال كيطرح بزاف في الوطني حتى هو ساهل اشنو كديروا لهم كتقولوا لهم دابخي لي لوات صودي ولا سولون ضروري تقولوها لهم سولون لي لوا دو صودي حسب قوانين صودي شنو كاين خاص هاد ميتين و عشرة اشنو خاصها تساوي ا ها بلو هادي زائد هادي يعني كنطبقو هاد القاعدة هادي خاصها تساوي ا زائد ربعة و لكونسيفاسيون ديال لي نونب دو شارج زيد ان لي هو ربعة و ثمانين اشنو خصو يساوي هاد ربعة وثمانين ستساوي زد دو يعني خصها تساوي لنا هاد زد هادي وزائد هاد لابارتيكول زائد جوج صافي نمشيو نحددو هاد أ دونك أ إلا بغينا نحسبوه راه ساهل غادي نديرو أ كتساوي ميتين وعشرة هاد ربعة نحولها للطرف الآخر نديرو ناقص ربعة وهاد زد إلا بغينا نحسبوه اللي هو ربعة وثمانين غنحولها لجوج للطرف الآخر هي ناقص جوج دونك فينالمون شنو غادي نلقاو اه مينشنو ناقص 4 اي شحال انا مبقاش لي سبيس نكتب هنا صغير هي 206 هنايا هي, هي uh, 84 ناقص 2 هي 82 دونك هنا لقينا كايساوي 206 و زد كايساوي 82 صافي كنعاودو نكتبو ليهم هاد هاد لا ترانسفورماسيون غندير ليهم لي بولونيوم لي هو 210 84

دونك باش تاكدوا واش الجواب ديالكم صحيح ولا لا جمعوا 210 اشنو كتساوي 206 زائد 4 206 زائد 4 هي 210 82 زائد 2 هي 84 كاين اللي يقول استاذ نقدروا نحسبوها بالزربه ونحطوا هنا ا ونحطوا لا منين طرح لك السؤال جاوب بهذه المنهجيه في الوطني ما تبقاش ترون دونك بدا بشويه بشويه يقول لي حسب قوانين السعودي سولون لي لو سعودي ولا دابري لي لو كتب لي هادي دير ا وعاود كتب لي كواسيون هاد المعادله كما كتلاحظوا هنا صافي هادي كتسمى ليكواسيون دي دو ديزانتغاسيون فوالا هذا سؤال زوين دونك دابا نعطيكم واحد لا كويستيون ديجا تحط في الوطني ماعقلش واش 2020 ولا 2019 نشوف واش تجاوبوا عليه ولا لا يلا عندنا سيدي ابليكاسيون صراحه ماعقلش اش امتحان فين كان هاد لا كويستيون ولكن مزيان تعرفوه من دابا دونك

خصنا نفكروا كيفاش نتعاملوا معاه الحاله هذه كيسيو راه كيكونوا ردوا منهم البال يلا تبعوا معايا هذه نقولوا لهم دابري لي لوا سودي لي لوا دو سودي اشنو كاين عندنا داكشي اللي شرحت لكم قبيله هو اللي غادي تطبقوا هنايا عندنا 238 هذه 238 اشنو غادي تساوي نبداو من هنا ميتين وثمانية وثلاثين شنو غادي تساوي تساوي ميتين شنو ليها هنا ماشي نديرو ربعة راه هنا إكس راه يعني إكس في يعني زائد 4 إكس زائد y في 0 y في زيرو y في 0 هي زيرو ولكن أنا هنا مثلا في 0 باش هذا لا لوا دو كونسيرفاسيون الأول كيما درنا هنا لوا دو مزيان تري بيان دونك دابا غادي نمشيو لا لوا كونسيفاسيون ديال لي شارج يعني هادي كتساوي هادي زائد هادي دونك حنا عندنا 92 شنو كتساوي 82 زائد اكس في جوج جوج اكس واي في ناقص واحد موان واي صافي متبعين معايا مزيان جيوا سيدي نكملو هنا لتحت دونك هنا شنو غادي يكون عندي غتولي عندي هنا ميتين وثمانية وثلاثين كتساوي ميتين وستة ولا نحولو هاد ميتين وستة للطرف الآخر غتولي ناقص ميتين وستة. شنو كتساوي هادي راه تمشي صفر غتساوي لنا ربعة إكس وهنا نحولو هادي للطرف الآخر غتولي عندنا اثنين و تسعين ناقص اثنين و تمانين كتساوي دوز إكس موا إكغيك مزيان اذا اول حاجه عندنا جوج ديال المتغيرات هنا ما نقدروش صعيبه علينا هذه خصنا نحددوا اكس هو الاول يعني هنا نقدروا اننا نجاوبوا على اكس إكس شنو غادي يساوي ميتين و ناقص ميتين و هي الأولى ميتين و ناقص ميتين و ها هي تقريبا 32 دونك هتولي عندنا كتساوي شنو ناقص كتساوي 4 إكس أنا بغيت إكس إذا نقسم هنا على ربعة نقسم هنا على ربعة هتولي عندنا إكس كتساوي 32 و على على ربعة هي تمنية دونك لقينا إكس دونك إكس شحال كيساوي إكس لنا يساوي ثمانية مزيان شنو غادي ندير غادي نجيب هاد إكس هذا ونعوضه هنايا وشنو غادي يولي عندي فينالمون غنلقاو تنين وتسعين ناقص تنين نورمالمون خصنا نجاوبو على مباشرة تنين ناقص عشرة نصحو هادي هي عشرة كتساوي جوج إكس جوج في تمانية هي ناقص دونك انا بغي هاد 16 نحولها للطرف الاخر 10 ناقص 16 كتساوي ناقص ي 10 ناقص 16 هي ناقص 6 كتساوي ناقص ي هنا البلس البلس فينالمون غنلقاو ي كيساوي لنا 6 صافي آه حنا حددنا هاد ي هذا اللي بغينا شفتوا كيفاش تعاملت معها انا نخليكم موضوع راه سهل دونك هما بغاو اكس و ي غتقول لي فينالمون غتلقى اكس كتساوي لنا 8 و ي كتساوي لنا 6 الا قال لكم عوضوهم راه تعوضوا اكس ب 6 اكس ب 8 و هذا ب نعاود نشرحها بالزربه فهاد لي كيستيون هادو انتبهوا فهاد لي اللي فيهم اكس و راهم ساهلين لي 238 هاد السطر هذا الفوقاني كتحطوه هنا وهذا ديال الكونسرفاسيون ديال لي نوم دو بروتون كتحطوه هنا 238 كتساوي ميتين وستة. هاد اكس ما تنساوش اكس في اكس صفر صفر. 92 ها هي كتساوي 82 زائد جوج إكس ناقص إكغي و كتحلو هاد ليكواسيون هادي إذا هدا كيما ذكرت هدا السؤال في الوطني غادي تلقاو من بعد مين غتخدمو التمارين غادي تلقاو بحال هاد لي كيستيون هادو ضروري تلقاو فوالا دابا أش بقا لينا بقات واحد لابغتي و هاد اللايف لأن الدرس راه طويل هذا نقسمو لدو بغتي أه كاين البغتي لخرى فيها المات صراحة المات بغات الشرح مزيان فيها شي دي فونكسيون لوغاريتم و ديال ليكسبونونسيال مي ماشي مشكل تبعو معايا بدا هو الاول ارانا هاد هاد ارانا هاد هنايا واخا وح... نحاول ما يمكن نحل لي كومونتير واش كاين شي سؤال هو الاول يلا جاوبوني واش كاين شي سؤال يلا اللي عنده شي سؤال يسول إلى واضح قول لي استاذ راه واضح باش ندوز لحوايجات اخرين شي دي الخدمه ديال تلقاو دابا اتهنيكم اتهنيكم من من التقلب ديال الدرس تمشي مباشره للتمارين خيب يعني دونك الى فهمتو دابا لحد الان راه مزيان أه نمشيو دابا بطبيعه الحال اللايف راه كيتسجل هادي راه ديما كنديرها بلا ما تسولوني تخي بيان دابا غادي نمشيو لهاد فين هي هادي هادي واضحة أستاذ أستاذ السويع وما شرحش هكا أنا راه كنبسط ليكم لأقصى درجة ممكنة التلامد لي مقدروش أنهم يلتحقوا معنا في العرض راه كنعاونكم كنعاونكم في, في الانستغرام وغادي نبداو مجموعة من التمارين باش تستافدو اه متفقين كيفاش ستاش فين هي ستاش ها هي كنستاش آه ها هنا 2 اكس هذا اكس هذا لقيناه هنايا ها هو اكس كيساوي 8 عوضتو اكس كيساوي 8 عوضنا هنا اكس ب 8 غادي يضرب في 2 16 كما ذكرت سابقا كان عندكم طبيب الحال اللي ماقدرش انه يلتحق معنا في العرض ولكن راه كاينه فرصه راه ديجا قلتها لكم فرصه ديال التخفيض حاولوا تستغلوا التخفيض راه ديجا قلتها لكم ما بقاتش 700 درهم 300 درهم على رقم الواتساب اللي تواصل معايا الخدمه ديال الفرد الثاني راه غادي نبداوها دابا الفضراء الخدمة ديال الفرد الثاني هاد الكتاب هذا شنو فيه في دي ريزومي فيه 40 تمرين بالتصحيح ديالهم وفيه لي كونترول خدمون ديال الفرد الثاني هذا الشيء اللي كتشوفوا راه يعني شي حاجه قليله مقارنه مع الفرد مع العرض عفوا لان كنخدموا بزاف ديال الحوايج على اي نرجعوا نكملوا سيدي انا كاين اللي كيسولني استاذ واش داير شي عرض ولا لا دابا نجيو هذه الورقه كنهزها وكنحطها ما عرفتش علاش وانا عندي واحد الفكره في الدماغ ديالي خصني نشرحها لكم ها لا تفكرتها تفكرت اخ رانا دابا هاد لابارتيكيل استاذ هاد لابارتيكيل راه مازال ما, ما هضرتيش عليها وما فهمناهاش وكيفاش استاذ هاد لابارتيكيل هادي كيفاش هادي هادي خصنا نفهموها هادي خصنا نفهموها هادي خصنا نفهموها هاد نتهناو منها يلا تبعوا معايا ما بغيتش نشدكم بزاف انا ما كنبغيش ندير لي لايف يكونوا طوال باش حتى نتوما ما تعياوش خليو لنا دوك اللايفات 4 د السوايع 5 د السوايع شحال تخربق ما كنديروش انا صراحه ندير لكم لايف تفهموه نقي زوين ما فيش قوت الهضره خاويه

وها الرابعة وها الخامسة وها السادسة مزيان دونك آخر وحدة وصلنا تالتا دابا غادي نديرو كاطر دابا غادي نحاولو نديرو كاطر رابعا وغادي نهضرو على هاد هذا لي تيب ديال تيب دو راديو اكتيفيتي كاطر تيب دو راديو. اكتيفيتي انواع ديال النشاط الاشعاعي دابا عرفنا شنو هو لا راديو اكتيفيتي دابا نشوفو فيها الانواع بمعنى هاد لا بارتيكول هادي هي اللي كتحكم على النوع ديال هاد لا الاغ... راديو الوغادي... ديال هاد الراديو اكتيفيتي بالنسبه لهاد له لو تيب دو راديو اكتيفيتي غنشرحو بواحد الطريقه زوينه تبع معايا دونك هنا غادي نكتب لكم هاد لا بارتيكول لي بطبيعة الحال عندها أ تروا مثلا وعندها زد تروا نشرحوها كيفاش غادي نديرو ليها ساهلة شيء انا كلشي تبع معايا هنا كلشي ان شاء الله غادي يفهم الانواع ديال لي بارتيكول كاينين عندنا ثلاثة ثلاثة ديال الانواع اللي كاينين ديال الغاديوكتيفيتي اكتيفيتي كاينين ثلاثة قلنا الاولى هي اللي كتسمى نكتبها غير صغيرة هنا كتسمى راديو غاديو اكتيفيتي الفا الثانيه كتسمى راديو Radio... اكتيفيتي بيتا موان غنشرحها لكم الثالثه كتسمى راديو اكتيفيتي بيتا بلس مزيان استاذ شنو بيتا بلس بيتا موان اكسيترا واخا نمشيو معاهم شويه بشويه دونك هذه قلنا راديو اكتيفيتي الفا هذه راديو اكتيفيتي بيتا موان وهذه بيتا بلس نبداو بالاولى دونك هاد لا ترانسفورماسيون الاولى كتعطينا مثلا واحد لا بارتيكول ديال الفا شنو هي هاد الفا هادي تو سامبلو هاد الفا هي الهيليوم الا مشيتو لو طابلو دافونسمون الهيليوم عنده 4 2 يعني الهيليوم هي اللي كنسميوها الفا متفقين هاد الهيليوم لمن كتوقع هاد لا ترانسفورماسيون باش يعطينا الهيليوم لمن كتوقع فهاد لي نوايو كتوقع لي نوايو لوغ لي نوايو اللي تقال دونك كتوقع لي نوايو نقلو well... على هاد لي لور لي نوايو لوغ يعني تقال أستاذ بحال هاد لي نوايو هادو لي عندهم أ بالضبط كبر من ميتين لي عندهم هاد أ اه هذا لي في الفوق كبر من ميتين كنهضر على لو نوايو بيغ هادو بحال أش درنا واحد المثال بحال هذا واحدو معايا البولونيوم عنده ا ديالو كبر من 200 كبر من 200 دونك هذه كتسمى هاد لا ديجنتغاسيون كتوقع و كتعطينا لا بارتيكول اللي هي الهيليوم اللي هي الفا هي اللي شرحت سابقا صافي متفقين دونك هنا نقدروا نديروا بطبيعه الحال امثله نعطيكم مثال اخر نديروا شي مثال أه بالنسبه ليكزومبل ناخذ مثلا اليورانيوم 238 هنا 92 هذا يعطيكم الطوريوم بلس واحد <hesitation> ل... واحد <hesitation> ل... ألفا اللي كتسمى بارتيكول ألفا هنا شحال هادي تكون؟ ها هنا شحال م... هنا ربعة هنا ميتين هنا الصودي ميتين و هنا تكون عندو تسعين فوالا ها نتوما تبعو معايا سولون لي الصودي هنا جوج زائد تسعين هي 92 و 4 زائد ميتين و هي ميتين و صافي زيد أسيدي نمشيو دابا ل... هادي شرحناها الوزنه ديال الراديو اكتيفيتي الفا باينه الراديو اكتيفيتي بيتا بيتا موان بيتا موان بالنسبه لبيتا موان كاشنو كيكون فيها كيكون فيها هاد بيتا هاد الفا قلنا فيها الهيليوم بيتا موان فيها تو سامبلون الكترون كيكون عندنا واحد الالكترون يعني في الاخر كيتكون لنا واحد الالكترون بحال واحد لا كنا شفنا شفنا ديك لي وازننا قبيله هاي الا هادي راه فيها جوج فيها الفا وفيها بيتا موان هذا هو لي إلكترون كنقولوا هذيك لا ترانسفورماسيون فيها بيتا موان بالنسبه لهاد بيتا موان كتوقع بالضبط على بالضبط الحال لي نوايو اللي كتوقع ولا هاد لا كتوقع بشكل طبيعي يعني ناتوريل ناتوريل ما كتوقع لبعض لي نوايو ونعطيو امثله هنا نقدروا نقولوا ناتوريل طبيعيه ونعطيو امثله ناخذوا باغ اكزومبل الفوسفور فوسفور 32 15, je suis allé à la teneur, et à la teneur le soufre plus 1 béthamol, il y a 1. Donc so, 32 6. Donc la solution est stage, la paix est il y a 1 stage, il y a 1 300, il y a cette transformation bétha plus, bétha plus, à la clé, la axe de l'électron, à la clé, c'est posé. بوزيترون هذا كيتسمى بوزيترون بوزيتيف عقلوا لي بوزيتيف بوزيترون اذا بالنسبه لهذا البوزيترون ناخذو مثال ديالو حتى هو باش تفهموه حتى هو غادي يكون عندنا مثلا لو فوسفور 30 كيمز شنو عيطينا اعطينا لو سيليسيوم أه بلس بيتا بلس بيتا بلس هنا في هذه الحاله نقدروا نديرو هنا هنا مثلا 14 وهنا 30 اذا ما بغيتوش ديروا بيتا بلس كديروا هذه كديروا هذا البوزيترون هنا دونك بحال بحال دونك كخلاصه لهاد لا هادي هاد نبسط عليكم هنايا فين وصلنا فين واحد الورقه هادي ها هي آه سمع سمع اي تلميذ حاضر معايا هنا تبع معايا مزيان هنايا تبع معايا مزيان هنايا غادي نبدا معاك من الاول في الاول شفنا لو نوايو ياك قلنا هاد لو نوايو شنو كتوقع ليه كاين فيه جوج انواع فيه لو نوايو ستابل وفيه لو نوايو ان ستابل هاد لو نوايو ان ستابل هو اللي كيهمنا شنو كتوقع ليه كتوقع ليه لا غاديو اكتيفيتي يعني النشاط اشعاعي ولا لا ديزانتيغراسيون كتوقع ليه واحد لا ديزانتيغراسيون هنا ليكواسيون ديال لا ديزانتيغراسيون خدينا واحد لو نوايو ا ا زد ان كيعطينا واحد لو نوايو فيس ا دو زد دو بلس

دو ممكن تكون بيتا موان اللي هي واحد الالكترون ممكن تكون بيتا بلس اللي هي واحد البوزيترون صافي هذا هو التسلسل ديال هادشي اللي شرحنا دابا بعض الاحيان ملي كنحصلوا على واحد لونوايو فيس هو هذا ولا هذا ولا هذا بعض الاحيان ما كتوقعش ليه واحد لا يعني باقي عنده واحد لينيرجي عنده واحد الطاقه هذيك الانرجي اللي كتكون عنده كتحول على شكل طاقه يعني خاصها تمشي على شكل طاقه بعض الاحيان كي هذاك مثلا مثلا ناخذوا هذا ليكزومبل هذا مثلا ناخذوا هذا ليكزومبل هنا كيديروا لكم في شي تمرين بان هذا لو فوسفور هذا راه كاين في واحد ليطا اكسيتي كيزيدوا ليه واحد النجمه هنا في حاله هيجان ولا ثوران يعني ليطا اكسيتي يعني باقي عنده واحد لينيرجي هذا لو فوسفور هاد لو فوسفور مثلا دونك هاد لو فوسفور اشنو غادي يدير هذيك هذيك لينيرجي ديك الطاقه خاصو يضيعها يضيعها على شكل غايونمون على شكل غايونمون هذوك هذوك لي غايونمون كيتسموا دي غايونمون غاما دي غايونمون غاما هاد لي غايونمون غاما سو دي زوند الكترومغناطيسيه يعني موجات كهرومغناطيسيه يعني هنا اللي يهمكم نتوما انا ولا قال لك كتب لي ليكواسيون ديال لا ديزانتيغراسيون شنو كدير كتكتب هاد لينيت و كتحيد ليها نجمة كدير مثلا تلاتين خمسطاش بي بليس غاما هاد غاما معندها والو صفر صفر لأن هي الطاقة و الطاقة معندهاش إلكترون ولا بوزيترون صفر صفر نعاود نشرح لكم هاد لاباغتي بزربة بالنسبة للتلامد لي يلاه جاو لي مفهمهاش قلنا بأن هاد لابارتيكول هادي فيها تلاتة ديال الأنواع كاين بارتيكول ألفا لي سميناها ألفا لي فيها الهيليوم وكتوقع لي نوايو لي تقال ها ليكزومبل ديالها متفقين كاين عندنا الراديو اكتيفيتي بيتا موان اللي فيها الكترون ها ليكزومبل ديالها وراديو اكتيفيتي بيتا بلس ها ليكزومبل ديالها بعد الحين كما ذكرت هذاك لو نوايو فيس كتوقع ليه مثلا واحد لانستابيليتي يعني ما كيستقرش هنا باردو ماشي هنا بلاتي هنا غلط كنهضروا على لو نوايو فيس ماشي بير هنا تكون سيليسيون وهنا تكون سيلتو ما مركزش مزيان هذا هو اللي كيكون انستابل لان هذا هو النويو فيس دونك هنا 14 وهنا 14 متفقين دونك هذا كتوقع ليه واحد مازال ما ستابيليزي 100% يعني هاد السيليسيون كيكون عنده واحد لينيرجي هاد لو نوايو ديال السيليسيون كتكون عندها واحد لينيرجي كثيره هاد لينيرجي اللي كتسمى غيون غاما سيتينون ديليكترومانيتيك بطبيعه الحال دي باش انه يولي ستابل خصو يحررها خصو يتلقاها دونك شنو كنديرو كنحيدو هاد الاطوال ها هي وكنزيدو غاما هنايا هادشي شرحت كامل يبان لكم ويتوضح لكم في في التمارين مزيان غادي نزيدو اخر حاجه ونساليو هاد اللايف هذا اخر حاجه غادي نهضروا عليها ونساليو ان شاء الله هذا اللايف باش ما نطولش عليكم لان باقي لا بارتي الثانيه وغادي نحاول نديروها ان شاء الله حتى هي دونك هنا غادي فين وصلنا وصلنا 4 دابا نديرو 5 غادي معكم بالكور ديال القسم ما نقز لكم حتى شي حتى شي فقره ماشي لا ريجيم اللي اللي كتشوفوا في لي لايف الاخرين دونك 5 عندنا فامي نهضروا على فامي راديو اكتيف فامي راديو اكتيف كلمه فامي عائله ديال النشاط الاشعاعي ناخذ مثال باش نفهموا غادي ناخذ مثلا واحد لو هذا سي تان نوايو بير ا ا ا ان زد هذا قلنا بانه سيت وايو نوايو كيفاش داير بير أستابل ولا ان ستابل ان ستابل او ستاد هاكاك اه ردو معايا البال مزيان دونك سيت نوايو ان شنو غتوقع ليه يلا جاوبوني شنو غتوقع ليه اجاوب على فراسكم غتوقع ليه لا ديزانتيغراسيون كنعاود نذكركم بهذا الشيء باش تفهموا باش هذه المصطلحات تحفظوهم باش ملي نشوفوهم في الامتحانات غتلقاو حتى شي مشكل بحال دابا هنايا بعد الحين كاين بعض التلاميذ ما كيفهموش الامتحانات كيلقاو فيهم مشكل علاش لان المصطلحات ما كيفهموهمش تو سامبلوم مثلا هنا عندي واحد الامتحان الوطني هذا قديم ديال 2021 راه ملي كتقراو هنا راه الاسئله راه را كيحاولوا ما يمكن ها هي قال لك في السؤال الاول ايكريغ ليكواسيون دو ديزانتيغراسيون الفا اسم الفا هو الهيليوم ديالها ديال البلوتونيوم اكسيتيرا المهم الا بغيتو نخدمو من بعد هادشي انا غير شرحت لكم بان المصطلحات راه مهمين هادشي اللي بغيت نوصل لكم دونك هذا لو نوايو انستابل قلنا شنو غاتوقع ليه قلنا غاتوقع ليه واحد لا ديزانتيغاسيون لا شي تحول مثلا نفترضوا أنا وقعت ليه واحد لا ديزانتيغاسيون الفا غا هي تحولات هي تحلو واحد لو نوايو فيس اكس ا2 دو زد دو. هاد لو نوايو فيس طبيعي الحال تا هو مازال ما تستابيليزاش باقي خصو يتحول إيه تحول؟ يتحول إيه اي يتحول مثلا توقع له واحد الترانسفورماسيون بيتا موان اي يتحول اكس 3 عنده ا 3 زد 3 هذا حتى هو نفترضوا انا مازال ما وصل لا ستابيليتي ديالو غادي يمشي باش يتحول لواحد لو نوايو باغ اكزومبل ستابل يعني كتوقع واحد التسلسل ماشي بالضروره ندوزو ندوزو غير من 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 لو نوايو في باغ نوايو فيس راه ممكن يكونوا بزاف بحال هاد الحاله هاد الحاله ديال التمرين هاد الحاله ديال هاد التمرين هذا هاد اليورانيوم هذا شحال وقع ليه ديال ديزانتيغراسيون وقعوا ليه تقريبا شحال اكس كتساوي 8 وقع ليه 8 ديال ديزانتيغراسيون ديال, ديال, ديال الفا و6 ديال بيتا موان 6 ديال لي زلكترون يعني ممكن يكونوا كثار دونك هنا عندنا ا4 زد 4 فوالا هذا نسميوه سيدي نوايو وصلنا لو نوايو ستابل لي هو نوايو فيس ستابل ولا بلوس ستابل مزيان من هذا الاول حتى لهنا كنلاحظوا مشينا من لو نوايو بير مشينا نوايو فيس نوايو فيس نوايو فيس هادشي كامل الا جمعناه من هنا حتى لهنايا هي اللي كتسمى هذه كامله كتسمى فامي تو سامبلوم عاد شو تقدروا تعرف كاع ما تفهموها في, في الكتوبه غاديو اكتيف راه كنعطيكم داكشي لاصق باش ما تلقاو حتى شي مشكل هذه هي اللي كتسمى فامي راديو اكتيف صافي لقيتو مجموعه من التسلسلات كتسمى فامي راديو اكتيف اذا هكا كنكونوا تقريبا هكا كنكونوا سالينا هذا لو لايف هذا هذا الشيء اللي مهم فيه أه بالنسبه للتلامذ اللي كما ذكرت بغاو يستافدوا من التخفيض راه ممكن انهم يتواصلوا معايا في هذا الرقم هذا حاولوا تستغلوا باش تدخلوا معنا في البريباراسيون ديال العرض أه واش كاين شي سؤال امور واضحه كي جاكم الدرس هذا <applause> صافي مزيان الامور واضحه بالنسبه لهاد الاوراق هادو كامل اللي ما داخلينش الجروب واتساب راه غادي تلقاو اللين في ستوري اللين في ستوري راه كنحط فيه الموعد ديال لي لايف وهذا الشيء اللي شرحنا دابا كامل هنايا كما كتلاحظوا هادشي الشيء كامل اللي شرحت لكم اليوم راه غادي تلقاو ان شاء الله في 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 هذا في الانستغرام في الكانيل في ديال الانستغرام ولا في الجروب واتساب كاين شي سؤال كاين شي ملاحظات الكتاب هذا الكتاب هذا راه خاص بلان ديال العرض لان نصحوا التمارين راه عندنا هنا شحال عندنا 40 تمرين 40 تمرين نصحوهم فيه و10 ديال لي كونترول لا الوطنيه مازال عليهم حتى نكملوا النيكليير ونخدموا شي نماذج ديال الوطنيه ان شاء الله لان لي زون صافي ساليناهم لي زون مابقاش نشرحهم في عندي في إنستغرام نخدموا حاجه اخرى نخدموا النيكليير مساله اخرى ضروري بقاو افونسيو شويه ما تبقاوش تسناو ما تبقاوش تسناو الاستاذ ديالكم واش واش كملتوا هذا الدرس ولا لا اذا برافو عليكم تبارك الله عليكم آه من كملتوا معايا اللايف واستفدتوا منه الشيء اللي بغينا بطبيعه الحال آه الموعد ديالنا بطبيعه الحال غادي يكون في لايف اخر غير غادي نقولها لكم في ستوري ولا في الريل باش ما تلقى حتى شي مشكل البارتي الثانيه ضروري تحضروا ليها البارتي الاولى دابا دوزناها البارتي الثانيه غادي نعلمكم اون فوا يكون عندي شي وقيته خاويه وغادي نعلمكم على تيساع باش تحضروا غادي نعلمكم في جروب واتساب ونعلمكم في انستغرام على شكل وفي ستوري صافي متفقين نقولش قدرت تقدر تصيفط لينا هذا الامتحان اش الامتحان اه هذا أه، الوطني أه أه هذا ما تقدروش تصاوبوه دابا حتى البق... نكملو البا... نكملو البارتي الثانيه اذا اللايف غادي نخليه لكم مسجل ان شاء الله ومن بعد رجعوا لي وقت ما احتاجيتو وموعدنا في بث مباشر اخر ان شاء الله